كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي الاسم كامل وهابي سليمان، مدينة أزرو، فنان تشكيلي. الاختصاص هو سكولبتور النحت على الجليد وعلى الخشب. الأصل ديالي مدينة أزرو، السن ديالي 42 عام. المهم هذه موهبة، ما نقدرش نقول التكوين ديالها، الاصل ديالها كان تكوين، وانما كانت عباره على فطره، انا جات عن طريق فطره. كنت كنحاول انني نتساءل بين نفسي واش نقدر نخرجها الامر الواقع. المهم عطيت لراسي فرصه انني نحاول نخرجها، بالرغم ان لقيت عراقيل في الحياه ديالي بحكم المجتمع ما كيعطيكش فرصه في الاول. ولكن مع الاستمراريه والمجهود اللي بذلت والثقه في النفس خلتني انني نحاول نوصل هذه الرساله للمجتمع، اللي لقيت واحد الاقبال من عند الناس ما شاء الله، يعني بينوا لي بان عندهم اهتمام بالفن. وهذه مسيره يعني كتسمى بحال انك واخد واحد الشعله باش حاول توصلها، وهي عباره على ميساج، رساله للمجتمع بان الانسان يحاول يعطى عنده شي موهبه افون ديالو، يحاول يخرجها للامر الواقع باش ما يأديش عليها الثمن. انا غير سرح، هذه لا دوزيام فو ميران كنقولها، انا غير سرح، كنسرح الغنم في العروبيه. وليني فاش كنجلس اطاب كنطرح دي كيسيون، كنقول كيفاش انا سرح، يعني ما يمكنليش نضيع هاد الموهبه اللي عندي. دونك باش غادي يعرفوا الناس بان كاين واحد الانسان سميتو سليمان في افران وفي ازرو، دونك خصني ندير هادشي باش نبين لهم بان الناس لا ما كيميش ما بين انسان سرح ولا هذا دار لي بوزار، لا سي تان دون. انا حسيت براسي تلقيت راسي بانني كنتجاوب، نقدروا نجيبوا اختيست بروفيسيونيل وكيخدم في لاتولي، ما يقدرش عنده ديك القوه باش يواجه الناس في الشارع. دونك لافونتاج اللي كنتميه اللي كنحس به بان زوين، يعني انا كنواجه دوك الانتقادات ديال الناس، هي نورمال، لان بحكم الاستمراريه ديالي في الشارع لقيت بانه كاين واحد الاقبال، الناس كتعطيك اهتمام وكتجاوب معاك، كتعطيك واحد المكانه زوينه، الناس كيحترموك. كاين الناس كنخدم لهم بحال هكا، يعني يمكن ناس بمعنى الكلمه عطتني واحد القوه، ان احتضنوني هما اليوم بواحد القوه، انه الناس كنكون دايز في الشارع تبارك الله عليك استاذ تبارك الله عليك، سافودير بان الناس ديال مدينه فاس عندهم ثقافه ما شاء الله. هذه بدون ما نعتار بها، هذه من الاصل بان مدينه بنكلاس عندها في الناس في المونتاليتي ديالهم ناس دي زارتيست. نو انا في اي بلاد مشيت لاي بلاد كنلقى نفس التعامل من جميع في الشرائح ديال الناس، لا الناس اللي عندهم اهتمام، يعني كنكون دايز سواء انا اللي خدمت له ولا اللي ما كنخدملوش، الناس كتجاوب معاك. يعني في اي بلاد مشيت لها كنلقى الاقبال بمعنى الكلمه. انا كندير واحد السالير اللي كيحاولوا يستافدوا منه الناس، ما كيعليش بلي كنطيح من القيمه ديال الله، وانما كنحاول حتى واحد يستمتع. كاين واحد كيبغي يشوف بورتري ليه، وكندير واحد الثمن رمزي. علاش كندير واحد الثمن رمزي؟ لانني كنخدم بسرعه، ياخذ 10 دقائق، وهذا هو اللي كيخليني كندير ذاك الثمن. وكون كنت مثلا كنستغرق فيه نهار ولا يومين ولا، نقدر ندير 100 درهم 150، ولكن بحكم السرعه ديالي في الخدمه خلتني انني الى فرض مين غادي نخدم بورتري ب 150 درهم ونجلس فيه نهار، كنخدم 4-5 في اسرع وقت، وكنصور واحد القادر زوين. دونك ما كيهمنيش انا تمام، باش نكون صريح مع نفسي، نكون صريح مع المجتمع، انا ما كيهمنيش ما كيهمنيش الثمن، كيهمني هو كيفاش قلتي لي انت كيفاش كيشوفوك الناس في الشارع. انا كنشوف راسي بانني عندي واحد الفكره هي خالف تعرف، لقيت بان الشارع خاوي، الناس لابيبليك ما شاء الله، الشارع عامر بناس، مي الشارع هنا خاصو شي حاجه اللي كتثير الانتباه ديال الناس. ما انا براسي ما شفت شي واحد كيرسم، وليني فاش درت هادشي لقيت بان بواحد السرعه لقيت اقبال. اكبر موقف محرج تحطيت فيه هو ان فاش كنت كنخدم وكيجيو دوك الشمكاره، هادشي في مدينة فاس، كيجيو دوك الشمكارة وكيبقاو يهزو لي الكوغط وكيقطعوهم لي. يعني هاد الشيء أنا كابابل عليه، أنا عندي واحد لو بروتيج،
يعني هاد العراقي اللي غادي تصدمني يعني تخليني نوقف هادشي، ما انا عندي واحد الثقه في النفس، يعني دز ديك المرحله واحد اخر غادي يستسلم وييأس، انا لا، تفادي ديك اللحظه وحاول بين على انني قد نواجه اي عائق غادي يوقف قدامي بلا ما ندخل في التفاصيل، لان تهانيت وكليت العصا ومشيت لدرجه انني تضربت على قبل هاد الضلاغ، المهم ماشي مشكل، يعني جات اللحظه اللي رجع لي الاعتبار، كليت العصا وي كنقولها كليت العصا على هاد الضلاغ ومشيت بالمينوطات، ما كيعنيش على انني، يعني هادشي كيبين على انني جو سوي كابابل، يعني صبرت ونالت. شكون هي اللي نالت؟ هي انني رجع لي الاعتبار، وكنشكر دوك الناس اللي ردوا لي الاعتبار، كنشكر لهم بزاف. الرساله اللي بغيت نوصلها للشعب المغربي، وكنشكر الشعب المغربي لان ناس واخا فقراء، ما كنهضرش على ديك الطبقه، كنهضر على الناس اللي كنتجاوب معاهم. واخا الانسان كتلقاه فقير في جيبو، يعني كتلقى عنده 40 درهم في جيبو، ولكن في نفس الوقت كتلقى غني مسكين، علاش؟ لان كيحرم راسهم ديك 40 درهم باش يصاوب واحد السوفونير ليه ولا لشي صديقه ديالو ولا لشي صديق ديالو. دونك انا الرساله اللي كنبلغها للشعب المغربي ولا المواطن المغربي، انه يحاول ما يعتمدش على الوظيفه، وما يحاولش يعتمد على داك لو سالير ديالو، يحاول يشغل باله بشي حاجه. هذا دومين استغيثي تان ميساج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.